يتوقف بنا الحديث اليوم عند نغم بعنوان Comme toi. Elle avait les yeux qui l'air et la robe en velours à côté de sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil la fin du jour. Comme toi هي أغنية للفنان الفرنسي ذي الأصول البولونية جان-جاك جولدمان، لكن الجمهور العربي اكتشفها أو أعاد اكتشافها من خلال صوت عربي هو صوت الفنانة اللبنانية غريس ديب التي قدمتها في ثوب شرقي وطلبت من الشاعر عادل رفول أن يكتب لها المقطع العربي منها. الطريف في حكاية اليوم هو أن التاريخ يعيد نفسه، فسبق وحدثتكم في نفس هذا الموعد عن أغنية جددت حبك ليه التي كتبها أحمد رامي على منديل وهو في التاكسي المتجه به إلى بيت أم كلثوم. اليوم أحدثكم عن الشاعر عادل رفول الذي كتب المقطع العربي للأغنية على مناديل ورقية وهو في سيارته متجها إلى استوديو التسجيل، حيث كانت غريس ديب تنتظره مع كل فريق العمل. مزيد من التفاصيل يحدثنا عنها هو بنفسه فيما يلي. أنا أكيد الكلام لجان-جاك جولدمان، أنا كتبت الكلام باللهجة العربية. طلب مني الفنان غريس ديب أنه أنا أضيف مقطع أو طعم هالأغنية بمقطع عربي لأنه عم تعيد توزيعها بطريقة شرقية، فبشكرها لأنه اختارتني. وكانت غريس ديب أول مرة بتغني بالعربي وكان وجه الأغنية كتير خير عليها، وخصوصي أنه أنا كتبت كلام بجو كوم توا، يعني انه هاي الفقدان للحبيب وهالحنين لإله نوستالجي وهيدا الشعور. ف وانا وجاي من شغلي فبتقلي غريس بتقلي اليوم التسجيل عند استوديو بلال الزين، بليز يلا ناطرينك تعا، بس انا الكلام بعد منه عندي وهيك. قلت لها خلص ما تعتلي هم. فانا وطالع من الشغل بتطلع الكلام منه معي، فكان الكلام فيه بالبيت. بتذكر شيء من الكلام كنت اللي كاتبه اول مقطع، بس ثاني مقطع ما بتذكره او بتذكر قسم منه. فأنا وزي وعزقت سير فبدي أكتب لها شيء على الطريق، خلص وعدتها أنه أنا زي على الاستوديو. فكان الموضوع شوي هيك كتير بيضحك أنه الله عطاني القوة أنه قد ما فيه استجمعت الشعور اللي مرقت فيه قبل، ولأول مرة بعيد تركيب الشعور اللي أنا كنت فيه. فما معي حتى ورقة كنت أكتب وبزحمة السير، وممنوع كان أصلاً مثل كل قانون الدول أنك تكتب أنت وعم تسوقي. فقمت لقيت منديل حطيته على إزري وأنا عم سوق، صرت بالقلم بدون ما أطلع أكتب. فكتبت الكوبلين اللي كتبوا على كومبوا، صرت على استوديو عم شفتهم غريس ديب قالت الشهيدة، قلت لها شفت محارم يعني مناديل مكتوب عليهم غنية، قلت لها هيدي اللي شايفتيها. قعدنا عم نمزح يعني الناس بكتير كانت بتضحك، قلت لها شفتي هود اللي عم تضحكي عليهم بدي يبكوك من الفرح بعدين لأنه شفتي كلام على مناديل. وبالفعل عطتها نجاح كتير كبير لغريس ديب هيدي الأغنية، وأكيد أضافت على نجاحاتي نجاح، وبشكرها لأنه أدتها من كل قلبها. بس للأسف كان على السدين من كتب الاسم اسمي بس، اكتفوا يكتبوا جان-جاك جولدمان، وأنا كان إلي الشرف أنه يرتبط اسمي إذا مش بالكتابة حتى بالفعل حد اسم شخص كتير كبير من الغرب. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna et surtout Jérémie. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie.